السلام عليكم. يتداول منذ ليلة أمس ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على أوسع نطاق أثار موجة من الضحك والسخرية، كما أثنى كثيرون على الرجل صاحب اللحية والذي اعترض أحد الشباب وهو يزعج الجيران بالموسيقى الصاخبة، وخرج صاحب الدراجة عن صمتها واعترف بخطئها. تابع الفيديو للأخير. أنا أخوتي سلام بي قال لي راكم تشوفوا وتسمعوا شنو الحجم بزاف بها ما درنا والو خاطرنا انا حنا نمشي ولا تيامي ربي يرجعك حنا نمشي ولا بشيك خوتي داني غالط عطى ربي سكنت يخرج لنا واحد بيزا لابس دي باردة عمد واش تضحك من ربك صاحبي قال لي تا شي ما يكل تابوكا ما لي كرانك شادي واه اي دروك انا ولاد انا جم منهم صادر تاع ما بغيتش دير عليه مش بين تحيح ولاده وكاع قادر توصل هذه قد السما قد اي وجبت لهم نجيبها ان شاء الله ربي راه يبين لي كابوس طلعت بالله ما يبينها لك ما تهضروش اجرا هاي خوتي صحاب لي كومونتات اللي قلت سمو كاع راني غلط انا بالي بلي غلطت في حاجه في الموسيقى وما قلت لها بصح انا حجم ما فهمتهاش كاين شبه حبس